طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. هذا منكر، أيتما الناس ما غيتهزوش عليا واش ما كاينش المخزن في البلاد عباد الله. والرائد ديال الدائرة السيد علوي الله يجازيه هيا يعمل معايا، هيا يصبرو. كيتقدم عند وكيل مالي كيخرج، وماشي هيدا ماشي هيدا. وعباد الله واش ما كاينش المخزن؟ هيا دابا محاولة قتل بني في الخطر. يلا ودابا عاد كيقولوا لي بحال والو يخرج هو ومراتو، وإلا خرج عباد الله بحال اللي كتبوا لي في الروح، أنا بني غنموت، أنا بني في الخطر ماشي هيدا. اللهم هذا منكر، ما خصني يجي نبدا اللي غيموت لي بني ويخليني بلا بيه، ما عندي ما نعمل بيه. أنا راجلي جات لي عندي عطاهم لي ربي فرحانة بيهم، يجي واحد الكامبي الروخان يقتل لي بني وتعزيني فيه، والمخزن ما بقاش الحال عباد الله. كيقول لي ما جبرنا عليه والو، سرق لي الكاميرا قال لي اعمل عملها ضد مجهول، أنا عملتها ضد مجهول. تبعني انا حتى لباب الدار كتفاه فيا، كتبت تكا ما كيعملو حتى شي حال وما يمكنش، والكاميرا دقص ما كيصورو ماشي هيدا. مره اخرى تعرضوا له وضربوا. السلام عليكم، انا الام الضحيه رمزي بول عايش قاسمي. انا عندي واحد السكينه ديالي في القصبه، عندي فيها المعلميه سيدي، وهاد الناس اللي تعرضت بني ليلو تعدوا لي عليه، رائد دائما كتعداو ليه. الشكايه كتدفع المحكمه عند وكيل مالي، كيتقدم كيخلص كفاله كيخرج، ومهدد لي بني بالقتل، مهدد لي بني بالقتل، دائما كيهدد لي بني بالقتل. راجل ومراته واخته ثلاثه بهم، اللهم هذا منكر. دابا انا كنطالب السي الحموش يعمل لي الحل مع هاد الناس. ثلاثه في شهر اربعه قاز بني في الجلسه، يلا خرج بني من الجلسه، تعرضوا له فوت الجلسه، ضربوني انا وبني وبابه. عنده 15 في الشهر خمسه الجلسه، وعندي جميع ارقام ديال الدواسات الشكايات. وكيل مالك ما شكايه، ما جوج ما ثلاثه ما اربعه، اللهم هذا منكر. دابا انا بني في الخطر، انا بني في الانعاش، انا بني في الانعاش عباد الله، بني يدو طالو، انا بني في الانعاش. عملوا لي الحال، عملوا لي الحال مع هاد الناس، فهمتي؟ كيقولوا تبار، وكاين اللي كيقول لي لا غادي يخرج. كيفاش انا بني في الانعاش في الخطر؟ قال لك حكيت لنا وحتى غدا يجي الطبيب ديال العظام ويزيدوه الدم عاد يعملوا له العمليه، وبني في الغيبوبه، وعاد كيقول لك لا محال واش يتشبر يقدر يتسرح. وانا بني دائما مهدد مهدد، ها هو جات فيها سيدي. اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر، وعندي الشهود وعندي الدواء. المشكل قديم بيناتنا، دائما انسيستي عليا، عليا وعلى ولادي. علاش؟ كيخصو بحال فرعون الدبار عليه عاد تجيني الحومه، لان بحال اللي كيهدد هو الشامبيون، تدخل بالتدبيره تخرج بالتدبيره، هو ومراته والعالم كيعرفوه، حتى العسل ديال السوماجيك اللي كيهبط البريره دقه ودقصبه وكيطلعها ضربوه، تعداو عليه كيتعداو على الناس كاملين، كيضربوا الناس كاملين، الناس كتخاف. هذيك الدار ديالي انا، الدار ديالي انا عطيتها لبني كتكون فيها فرشه وعنده فيها البياطه كيعوطوها له، فهمتي؟ حصلتو كيسرقني، دالي الكاميرا، ديت فيديو نواكل مالك، دابا كيحلف كيقول لك لا والله فيها لا بقينا، وكيحلف ويتكتف كيقول لك بني غيقتلوا لي تماك، ما تجيوش ما تكنوش، صافي هادشي اللي كيقول. وانا هذيك الدار انا عطيتها لبني ديالي، وانا عطيتها لبني، عطيتها لبني وغنجوجو فيها، فهمتي؟ وهو تابع لي بني، حاسد لي بني، السيد ما كيخدم ما كيردم، العالم كيعرفو، سيد العالم كيعرفو بني بالغبره، هو ومراته وخته، خته محكومه بشهرين ديال الحبس، شهرين ديال الحبس، وهما عندهم الجلسه مع بني. دابا بني هو في بلوك في الخطر، بني هو في بلوك في الخطر، اللهم هذا منكر. دابا انا كنطالب السي الحموشي، السي الحموشي يعمل لي الحال، ما عملوا معايا حتى شي حال، كيصبروا ويسرحوا، كيصبروا ويسرحوا، كيصبروا ويسرحوا، حتى طيح الروح، ها هي الروح احنا في الخطر، بني هو في بلوك في الانعاش. دابا يعملوا لي الحل، اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر، وعندي الشهود وعندي الناس. دابا تسمع من الشهود، حتى المرة ديالو اللي كانت معاه تاهي جرو موراها بالشفرة، بغاو يقطعوا لها وجهها، هربت بالحرارة ديال العمار، وبقاو هما انفردوا ببني بوحديتو. أخاي أنا اليوم قلت الحومة عيطوا لي الدراري، قال لك الدابيزة الولدة رمزي كيدابس، طلعت، طلعت باتون الدابيزة كيشير على هاد الولدة هذا كيشير على رمزي، دخلت كان فارغ فيا في الضربة تاهي أنا، شيروا عليا والدم هادشي كتشوفها هو باقي في التليفون كاسادوره صاد كامل دمايس، انا باقي ما كتبت عليا ما والو،
وجات فيه الضربه خايبه. دابا هذا خصو يتربى، هذا المشاكل كاين في الحومه وصافي. هذا الراجل كاين المشاكل في الحومه وصافي، دابا كيادي ولاد الناس وصافي. انا بيدي خصو الفرح كامل دمايت حتى انا دابا. والله ياخذ الحق بحال دائما رمزي كيجي كيطلع يشوف الدار ديالو، حيتاش انا مخليني تماك، انا والولد صاحبي كنباتو تماك، خدامين له تما كنصبغوا له كذا. واليوم طلع قبل ما توقع هادشي شي قسم دمك، انا طلعت قال لي جبرتو تما جالس، قال لي انا ما جي خرجوا انا وياك. قلت له واخا انا سبقتك، مشيت سبقته هو الحومه، كنجبر الدابي فوضى في الحومه وكذا. طلعت نشوف جبرت رمزي مضروب كامل دمايات، ويا اخر كيهد عليه بالشفره، ورمزي ما كيبغي يدافع على راسو، يا اخر كيبغي ينزل عليه وصافي. وحنا مع انا كنت كيتيني نسكن تماك وكذا وصافي. يا اخرين كيتلاقاوني الزوجه ديالو وكريم كيبقاو يقولوا لي مشي قول لهم اي قتلك الا جبرك هنايا، كيهددنا دائما. حتى انا رجع كيهددني كيقول لي الا جبرتك معاه ما نعفكم مشيتي انا وياه وكذا. دائما كي فيما كيتلاقانا تاخلين الدار كيقولنا والله تنقتلو فعلو. اليوم العايش انا الحومه طلع من الدار ديالو، قال لي راه للساروس، انا حسيت الدار انا عاطيها ليلي عاطيني الساروس. طلع من الدار ديالو كان هاوت حالو الحومه، ما بيع معليش اخر الخانه اللي درو خرج من الدار ديالو درو شير عليه بنان ضربو نطار ني الدنيا انا يضربونا في ناس. انا كنت واقف في الحومه ودات عندي واحد العائله، قالت لي راه رمزي شي واحد ضربو. طلعت كنجري جبرت رمزي مضروب، راه ضربوها فينا تضربوني. هاد العيال ديما كيهادو ديما كيهادو ديما كيضربو ديما كيبقى يهلل عليه. العيال كيطلع من الدار ديالو كيبقى يهلل عليه، ما عرفناش علاش هاد المشكل. والمرا ديالو تا هي كنز خالص هما.